السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير كيف ديما. اليوم معكم في فيديو جديد اللي غنحاولوا اننا نوريكم فيه واحد جلابة دو بياس، جلابة انصمبل، جلابة وقميص ديالها اللي هي هذه. هتشوفوا معايا هذه جلابة وهذا قميص ديالها. تقدر تلبسي جلابة بوحدها، تقدر تلبسي القميص بوحده، هادو كيمشيو اونصومبل. والثوب هذا زوين، ما كيحبب ما والو، ساتان دو سوا، الثوب ما كيبينش، يعني الثوب طايح شي حاجه زوينه. وكاين اللوان وكاين الاختيارات زوينين، بحال هذا اللون هذا، شايف هذا حتى هو لون زوين. هادي جلابه اونصومبل. كاين هذا اللون هذا حتى هو، هذا واحد اللون حتى هو غزال، شايف هذا السامبل كيجي جلابه، وهذا المزوق كيجي قميص ديالو اولا ديري شي قفيطين. المهم هذا الثوب زوين، ما كيبين ما والو. كاين هذا في الكحل، هذا حتى هو ثوب زوين، شي حاجه طايحه ها هي. هذا اونصومبل جلابه وقميص ديالها. كاين هذا حتى هو هذا اللون، هذا حتى هو جلابة وقميص ديالو. كاين هذا اللون هذا، هذا حتى هو لون زوين، حتى هو جلابة وقميص. كاين هذا، هذا حتى هو لون زوين، شوف هذا الغوص فيشيا. كاين هذا، هذا حتى هو لون زوين كما كتشوفوا، شي هذا فيولي. هذا لون مطارد، هذا هو لون زوين، لون انيق. جلابه وقميص ديالها كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. كان هذا اللون هذا حتى هو اورانج، هذا اللون زوين حتى هو، شي هاد اللون هذا بلورو حتى هو، هذا حتى هو لون زوين. هذا القميص ديالو، شايف هادي جلابة ديالو. هاد اللون بلون كاسي حتى هو، هذا اللون انيق، هذا بالنسبه للعروسات كيجي زوين، وحتى بالنسبه للحضور كيجي لون زوين، هذا غزال شي. هذا بلون كاسي كيجي كلاس، كيجي مع اي وحده، سواء كانت سمراء كانت بيضاء، اللون كيجي زوين. ها القميص ديالو باش تبان لكم الزواقه مزيان، شي هذه الزواقه تروادي، يعني هادشي كله جديد. كاين هذا اللون هذا الفيغ بوتي حتى هو كيجي زوين، حتى
نتمنى ان هاد اللوان يبانوا لكم مزيان. هذا القميص ديالو هو انصومبل، كاين هذا اللون اخر حتى هو انوي موف انوي حتى هو كيجي زوين، ها هو انصومبل. هذا القميص ديالو، نتمنوا ان هذا الشيء بان لكم مزيان واللوان كلهم واضحين، نتمنوا يعجبكم بزاف هاد اللوانات ويعجبكم حتى الذوق ديالنا. هذا الشيء كنديروه بالذوق ديالنا والحمد لله كاينين الناس كيثيقوا بزاف في الذوق ديالنا والحمد لله. كنتمنوا انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو، واللي عجبته شي حاجه ما عليه انه غير اسكرينها ويصيفطها لنا وحنا غادي نحاولوا اننا نعطيوه استفسارات كثيره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسوش انكم تابوناو معنا في القناه ان شاء الله، لانه بفضل الله سبحانه وتعالى وفضلكم كانت